شيئا ما بعيدا عن الجماهير على سبيل المثال ليست ثمة هنا مثلا منطقة صح للجزائريين خيارات مذهلة ورائعة وتناسب أول مرة بالأردن في قرية تراثية تحاكي الأصالة العربية بجماليتها وبساطتها، وأيضا عاملين جلسات خاصة وجلسات مفتوحة. الجلسات الخاصة برضو بتكون خاصة للجلسات الأصدقاء أو العائلة أو حتى للشركات تكون مناسبة لهم. عاملين أكثر من مرفق في داخل السوق، اللي هو عاملين متحف للمونديال، عاملين متحف للقهوة، عاملين يعني أكتيفيتي وأنشطة كثير كبيرة بين المشجعين واللي راح يكونوا يزورونا. أنا برأيي أنه هذا مكان جيد لكل العائلات اللي بتهوى كأس العالم وبتهوى تعيش أجواء البطولة عبر الشاشات الضخمة هاي اللي عاملينها في القرية، فأنا بعتقد بأنه مكان رائع جدا للمتعة في مشاهدة كأس العالم. اللي زاروا خليني أحكي قطر تعرفوا على سوق واقف، اليوم إذا إجوا على الأردن وشافوا سوق عنبر متحف القهوة لا شك بأنه هذا الإشي نفس التراث نفس الأصالة نفس العادات نفس التقاليد ونفس الأجواء المونديالية من خلال الشاشات العملاقة، أماكن للعائلات للصغار للكبار للشباب، يعني كل عشاق الدائرة المستديرة رح يلاقوا أنه في لهم أجواء خاصة هون. أيضا يعني بدي أركز على شغلة أنه وجدنا ولمسنا أنه الموضوع هون مش تجاري، لأنه بتقدر تدخل بمبلغ رمزي جدا وتستمتع بكل الفعاليات الموجودة.